جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: ما حكم مصافحة المرأة المسلمة للمرأة الكافرة، وكذلك مصافحة الرجل المسلم للرجل الكافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وقال: إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. فأمرنا بالرد إذا سلموا علينا، ولكنه نهانا عن البداء، فلا نبدأهم بالسلام، لا مصافحة ولا غير مصافحة.